وبعد المباراة أكد مدرب مانشستر يونايتد جوزيه مورينيو أنه لم يترك الفرصة لتشيلسي للسيطرة على المباراة، مشيدا بلاعبيه الذين طبقوا التعليمات. من جهته اعترف مدرب البلوز أنطونيو كونتي بأن عزيمة اليونايتد كانت أقوى ولذلك استحقوا الانتصار. أردت أن أجد هذا التكتيك في ضوء ما حصل في مباراة الذهاب في ستانفورد بريدج، وأيضا أنا كانت لدي ثقة في الأحد عشر لاعبا، والقرار الذي جعلني أختار اللاعبين هو ما حصل في الشوط الأول والثاني. ولم نرد أن نعطي الفرصة لتشيلسي أن يهيمن على المباراة. هم استحقوا الفوز لأن رغبتهم في الفوز كانت أكبر منا، ولكن في هكذا حالات الخطأ هو خطأ المدرب، وأنا أتحمل المسؤولية كاملة لأنني لم أكن قادرا على أخذ القرارات الجيدة.